معانا بقى المدير الفني، 7 سنين 19 بطوله، صاحب بقى طبعا الفرح ده كله، والحقيقه تحمل عبء، كان لاعب اسطوره كمان، مش بس مدير فني اسطوره كمان وبيثبت نفسه، لا كان لاعب اسطوره. معانا الكابتن حمدي الصافي، اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم؟ ازي حضرتك؟ انا ما كذبتش ولا جملت، دي الحقيقه. هم 20 بطوله بس. 20 بطوله ماشي يا كابتن ليك. بص خلي بالك ده عمرك، وتلاقي ده سنينك، فطبعا الاخفاق في اي بطوله طبعا ده بالنسبه لك 20 بطوله طبعا. ربنا يديك الصحه يا كابتن. الحمد لله. معانا طبعا الكابتن طبعا مي محمود. عايز اقول لكم حاجه، المحلل التقني دلوقتي اصبح هو الدراع اليمين والشمال وفكر ومدرب، لانه حقيقه بيخليه يقرا الفرقه اللي قصاده وبيشوف المشاكل اللي معاه. طبعا معانا كابتن مي محمود، طبعا انا بقول الحقيقه صح؟ ازاي حضرتك؟ لاولا ربنا يخليك. وعايز اقول لك ان انت ما شاء الله كل الضيوف اللي شرفوني قالوا ان انت واحده من اكفأ المحللين الموجودين في مصر. ربنا يخلي حضرتك والله، ربنا يبارك لك. هنيك على المكسب، وده تعبك وشقاك اكيد يعني، واخلاصك اكيد ده اترجم في الاخر الملعب. ربنا يخليك، شكرا. وكان موسم طبعا مليء بالاصابات والعوده للملاعب زي ما شفتوا مع اللاعبات. ايه الشامي كان عندنا برضو اصابات، كانت نرمين، الموسم كله ما خلصش. ندى وليد الموسم ما خلصش من الاصابات، فكان لازم يكون عندنا جهاز طبي ناجح. معانا طبعا دكتوره منة طلال عادل، اخصائيه العلاج الطبيعي، طبعا نورانا وبشرفنا بقناه الاهلي. ربنا يخلي حضرتك، نورك ورسي ربنا. اكيد انا قلت جزء صغير من اللي انت شفتيه طبعا. الحمد لله. منورانا يا دكتوره. ربنا يخلي حضرتك. ربنا طبعا معانا يعني الوحش ابن الوحش ما شاء الله، يعني بامانه المدرب العام اللي الحقيقه بيتميز بالاعصاب الهاديه، برغم اسمه هو جواه بيبقى يعني حاجه يعني بتبقى نار من جواه، وكان ليه دور كبير جدا في المكسب. معانا طبعا الكابتن ايمن فؤاد عبد السلام، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، بحسدك على هدوءك. ربنا يخليك. ربنا يخليك يعني ما شاء الله انت وكابتن حمدي ثبات وهدوء وانفعال، يعني حاجه الحمد كبيره الحمد لله. ربنا يخليك كابتن هيثم. كابتن حمدي دلوقتي طبعا اكتر يعني موسم انت كان فيه بالنسبه لك توقفات اصابات ما شفناهاش قبل كده، يعني كسر عمليات، الموسم ده كان صعب قوي بالنسبه لك، كلمنا عنه. موسم صعب جدا، موسم طويل، يعني الحقيقه اللعيبه جت في الاخر ملت من كتر طول الموسم. يعني ابتدينا الموسم باصابات لعيبه كتير عندنا زي ندى وليد وايا الشامي، وبعدهم طبعا بعض اللعبات اثناء بدايه الماتشات، عندنا اصابات كورونا، حصل لنا تاجيلات بعض الماتشات، قعدنا يعني لعبنا مباراه وريحنا شهر، وبعد كده لعبنا مباراه بعديها باسبوعين. كان موسم يعني عشان انت تظبط احمالك وفي الوضع ده كان بيبقى وضع صعب جدا. طبعا انا بحب اشكر طبعا رانيا عبد العزيز مخطط الاحمال طبعا على مجهودها خلال السيزون، لان هي الحقيقه طبعا تحملت المشكله الاكبر في عمليه توزيع الاحمال بالاتفاق معايا طبعا، والكابتن ياسر صلاح طبعا دوره الكبير خلال الموسم الحقيقة طبعا، يعني من 2 من المؤثرين جدا معنا في الجهاز الحقيقة.